مرحبا، كيف نعرف إذا كانت الأموال مزيفة ولا لا؟ في عدة طرق. أول شيء نمسك الورقة بإيدينا، نطلع فيها منيح. الورقة الأصلية لازم تكون متينة، نحس فيها إنها متينة، يكون فيها شوية لمعة، مش ناشفة مثل الورقة اللي بنكتب عليها وخفيفة. بتكون نشعر فيها إنها فعلا فيها لمعة ومتينة مثل القماش، قريبة للقماش. وفي طريقة تانية بواسطة محرمة، بنمسح بشكل جيد الورقة، ولما نطلع لازم تكون بيضة، ما لازم يحل عليها أي حبر أو أي طبع. الورقة الأصلية ما بتحل حبر. فهيدي كمان طريقة. وفينا كمان نتأكد من الأموال إذا كانت أصلية من خلال الشعيرات اللي بتحطها بعض المصارف على الورقة، بتكون نافرة. في بعض المصارف كمان بتعتمد هالطريقة، اللمعة المعدنية. وفي طريقة الضوء، مثل ما شايفين هون لما نضوي ظهر لنا صورة. هذه طريقة بتعتمدها معظم البنوك، اما بتظهر صورة منظر طبيعي او صورة شخص. هون عنا صورة شخص، هيدا دليل على مصداقية واصولية العملة، وهذا دليل انها طبعت بشكل محترف، صنعت بشكل محترف، وما في مجال ابدا. من الصعب كتير يعني لأي مزور إنه يعمل هالطريقة هيدي. بتمنى إنه هالفيديو يكون عجبكم، بتمنى توزعوه لرفقاتكم. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب بأي وقت فيكم تفتشوا باليوتيوب تحت إيهاب بلانيت لتشاهدوا أشرطة أخرى إلي. شكرا، إلى اللقاء.